دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي الأطراف كافة إلى التخلي عن وضع أي شروط مسبقة للمشاركة في محادثات السلام المرتقبة في جنيف، وأكدوا الحرص على دعم جهود المنظمات الدولية ومبعوثها الخاص إلى اليمن. وندد أعضاء المجلس في بيان بأشكال العنف والترهيب كافة ضد الحوار برعاية الأمم المتحدة، معربين عن عميق قلقهم إزاء معاناة ملايين اليمنيين وتدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن. بما في ذلك القدس الشرقية. Are you going to do something about it? Thank you very much. I have no doubt. دشن مواطنو محافظة إب حملة التوقيع على ميثاق الشرف القبلي للدفاع عن الوطن ومساندة